بعد ما عملت سيدنج للرولز بتاعتي، محتاج ان انا اضيف ادمن يوزر يكون موجود بمجرد ما اي حد يستخدم الابلكيشن بتاعي او يرن المايجريشنز بتاعتي يكون في ادمن يوزر. نفس الموضوع برضو هعيده تاني، في كذا طريقة ممكن توصل بيهم لحاجة زي كده. انا افضل برضو ان انت تستخدم ابسط طريقة ممكن توصلك للي انت محتاجه، طبعا بشرط انك تكون بتكتب كلين كود ويكون مفيش مشاكل في الكود اللي انت بتكتبه. انا شايف من وجهة نظري الشخصية، وممكن طبعا اي حد يختلف معايا في وجهة النظر دي من اللي انا بقوله اكيد مش اصح حاجة، ان ابسط طريقة ممكن اعمل بيها حاجة زي كده، انا ممكن ارجع تاني على الابليكيشن اعمل لوج اوت وريجستر يوزر تاني، مثلا ممكن اختار اي اسم مفيش مشكلة نسميه اي حاجة، وبعد كده اقول له ادمن ات تيست مثلا دوت كوم واعمل له باسورد. كده انا عملت ريجستريشن ليوزر عادي جدا، هو لحد دلوقتي هو يوزر عادي، هو مش ادمن ولا اي حاجه ولا موجود في اي رول حتى. لو رجعت مره تانية على التيبل بتاع اليوزرز وعملت فيو داتا، هلاحظ ان اليوزر ده اتعمل له انسرت اهو اول واحد. لو جيت عملت هنا كده رايت كليك على اي رو من دولت وقلت له سكريبت، هو هيجنريت لي سكريبت للتو روز دولت ان انا اقدر اعمل بيهم انسرت في الداتابيز. ده سيكوال سكريبت عادي جدا. طب تعالى نشوف مين في دولت هو الادمن يوزر. هو الاولاني، فانا كده مش محتاج التاني ده، مش محتاجه. وخلي بالك ان انا طبعا لما هعمل له انسرت دي هتبقى نل، لان هو ما معهوش صوره. اخر كولوم لو تفتكر كان بتاع الصوره. انا كده معايا سكريبت جاهز ان انا اقدر انسرت بيه اليوزر اللي انا عملت له كرييشن دلوقتي حالا. هاخد السكريبت ده كده كوبي واقفل الفايل ده خلاص مش محتاجه، وهعمل تاني مايجريشن فاضيه، هقول له مثلا اد ادمن يوزر، وهاجي هنا استخدم المايجريشن بيلدر برضو واقول له دوت سيكوال وابعت له السكريبت اللي انا عملت له جينيريت. كده بقى السكريبت بتاعي جاهز. طيب ايه عكس الانسرت اللي فوق ديت؟ عكسها الديليت. فهاجي اخد ده برضو كده واقول له دوت سيكوال. خلي بالك هنا انا مش هكتب ديليت فروم واديله اسم التيبل، لانه كده هيمسح كل اليوزرز اللي موجودين فيه، وانا محتاج امسح يوزر معين. يبقى هقول له ديليت فروم وادي اسم التيبل، اسف ادي اسم التيبل، ولازم هنا يبقى في وير عندي علشان يبقى عارف بالظبط هو هيمسح انه يوزر. فهقول له وير ان الاي دي بي ايكوال، وطبعا خلي بالك لازم تحط هنا السنجل كوتس دي لانك هتحط الاي دي ما بينها لانه سترينج. هرجع تاني على تيبل يوزرز، ادي اليوزر ادمن اهو، هاخد الاي دي بتاعه واضيفه هنا. طب خلينا نتست الكلام ده ونتاكد ان احنا فعلا لو رنينا المايجريشن دي هتعمل انسرت لليوزر ده. تعال الاول نديليته، انا مش محتاجه من هنا خلاص، هعمل له ديليت. كده اليوزر مش موجود. وتعالى نروح نعمل لوج ان تاني، فهقول له ادمن ات تيست دوت كوم وندخل الباسورد بتاعنا. فطلع لنا اكسبشن. طيب ايه الاكسبشن اللي طلع لنا ده؟ احنا لما كنا بنجرب نعمل موضوع ان احنا نسمح للاند يوزر ان هو يلوج ان باليوزر نيم او بالايميل، ما عملناش اي تشيك ان قد يكون اليوزر ده اصلا مش موجود في الداتابيز. فبالتالي هو هنا احنا بعتين له ايميل فبيحاول يكسكيوت الجزء دوت، فطبعا الريزلت دي راجعه بنل، فبيحاول ياخد يوزر نيم من النل، فطبعا ده اللي عمل لك هنا نل ريفرنس اكسبشن لان دي بنل، وطبعا مش هيعرف ياخد من جواها فاليو. لكن لو حاولنا نبعت له هنا، يعني لو عملنا تاني ريفرش مثلا البيج دي وحاولنا نبعت له كلمه ادمن بس كاننا هنلوج مثلا باليوزر نيم مش بالايميل، ففي حاله زي كده مش هيطلع لك الايرور ده، وهيرجع لك ان انت في بس ان الباسورد بتاعتك غلط او ان اليوزر ده مش موجود. طب تعالى نحل الباج دي ونشوف ازاي ممكن نحلها. هنرجع للكود بتاعنا، المشكله موجوده عندنا في الجزء بتاع اللوج ان، فهروح على الايدنتيتي بيجز اكونت وادي الجزء بتاع اللوج ان. الايرور بتاعنا هيكون موجود في السطر ده اللي احنا بنحاول ناخد اليوزر نيم من الريزلت، والريزلت في الحاله دي نل. طيب احنا برضو كان ممكن ناخد اليوزر نيم من الايميل اللي جاي لنا بطريقه ابسط، اللي هي نفس الطريقه اللي احنا استخدمناها لما كنا اصلا بنعمل ريجستريشن. طيب هعمل ايه؟ هشيل الكود ده كده وهقول له نيو ميل ادرس، اعمل يوزنج، وادي له الايميل اللي جاي لي في الانبوت فوق انبوت دوت ايميل، وهنا اقول له دوت يوزر. في حاله زي كده مش هيحصل اكسبشن لان في كل الحالات هيكون في ايميل جاي لي هنا وفي فاليو موجوده هنا، فبالتالي الجزء ده كده عمره ما هيكون نل ومش هيحصل عندي اي اكسبشن. تعالى كده نرجع على الابلكيشن بتاعنا مره تانية ونحاول نعمل لوج ان تاني بالايميل اللي هو خلاص ما بقاش موجود اللي احنا عملنا له ديليت. اجي هنا اقول له ادمن اد تيست
دوت كوم واديله الباسورد بتاعتنا. كده هتلاحظ ان الاكسبشن اللي كان بيطلع لنا خلاص ما بقاش موجود، وفي الحالتين لو انا حاولت ادخل بالايميل او باليوزر نيم في الحالتين مش هيكون في اي اكسبشنز عندي، وهيطلع لي الايرور مسج ان في مشكله في اليوزر نيم او في الباسورد. طيب احنا كده اتاكدنا ان اليوزر ده خلاص اتعمل له ديليت فعلا من الداتابيز ومش موجود. تعال بقى نجرب نرن المايجريشن بتاعتنا اللي احنا جهزناها اللي هي كانت ديت. تعال نجرب نعمل ابديت داتابيز كده. تمام، تعال نريفرش اليوزرز. اليوزر بتاعنا اتضاف مره تانيه، هناخد الايميل ونجرب نلوج بيه مره تانيه. كده عمل لوج ان باستخدام الايميل. تعال برضو نتاكد ان اللوج ان باستخدام اليوزر نيم لسه مفيش فيه مشاكل. تعال نشيل الايميل ونخلي بس اليوزر نيم، نحط نفس الباسورد. كده تمام جدا، الاثنين بيعملوا لوج ان سواء كان باليوزر نيم او بالايميل. الخطوه الاخيره اللي محتاجينها ان احنا نقصين كل الرولز اللي موجوده، سواء كانت الرول بتاعه اليوزر او الرول بتاعه الادمن او ايا كان. لو احنا عندنا حتى رولز اكتر من كده، احنا نقصين كل الرولز دي على اليوزر اللي اسمه ادمن ده. حاجه زي كده ممكن نوصل لها ازاي؟ برضو بابسط طريقه ممكنه. تعال الاول نفتح السيكوال ونشوف اصلا ممكن نعمل ده ازاي في السيكوال. سنتكس زي ده ممكن يتكتب ازاي في السيكوال؟ فهروح افتح الاجور داتا ستوديو وهقول له اد كونكشن. السيرفر بتاعنا هجيب اسمه من هنا اهو، واقول له كونكت. ادي الداتابيز بتاعتنا اهي اول واحده، وهقول له نيو كويري. اول حاجه احنا محتاجين انسرت في انهي تيبل؟ محتاجين انسرت في التيبل اللي اسمه يوزر رولز. طيب تعال نفتح يوزر رولز ده ونشوف اصلا ايه الكولومز اللي موجوده فيه. الكولومز اللي موجوده فيه هم تو كولومز بس، واحد اسمه يوزر اي دي والتاني اسمه رول اي دي. اليوزر اي دي ده موجود معانا اللي احنا هنا اصلا ضفناه وخلاص هنستخدمه اللي هو دوت، واللي احنا برضو كنا كاتبينه في المايجريشن التاني اللي عملناه لها ران اللي احنا خدناه هنا لو تفتكروا. هو ده اليوزر اي دي اللي احنا محتاجينه، ولكن الرول اي دي قد يختلف. ليه؟ لان لو تفتكر لما عملنا سيدنج للرولز احنا كنا بنجنريت نيو جيو اي دي، فبالتالي في كل مره هتترن المايجريشن دي هيجنريت جيو اي دي مختلف. يبقى انا محتاج اسلكت الجيو اي دي اللي موجود دلوقتي في الداتابيز. اقدر ازاي اعمل انسرت؟ وانا بعمل انسرت للتيبل بتاع اليوزر رولز ده اسلكت الفاليوز من التيبل بتاع الرولز كلهم واعمل لهم انسرت مره واحده. الموضوع في السيكوال بسيط، حتى لو انت معلوماتك عن السيكوال بسيطه السنتكس ده بسيط، ودي يعني تعتبر القشور بتاعه السيكوال اللي اي حد بيكون عارفها. فهاجي مثلا اقول له هنا انسرت انتو، واحدد السكيما بتاعتي اللي هي اسمها سكيورتي، والتيبل اسمه يوزر رولز هو ده، واحدد له اسماء الكولومز اللي انا هعمل فيها انسرت. الكولوم الاولاني اسمه يوزر اي دي، والكولوم الثاني اسمه رول اي دي. طيب هنا بما اني هسلكت فاليو من تيبل تاني، يبقى انا محتاج استخدم الكي وورد سلكت، مش هستخدم فاليوز واديله الفاليوز، لا هستخدم الكي وورد اللي اسمها سلكت. فهقول له سلكت ايه الفاليو اللي انا هدخلها في اليوزر اي دي؟ هي الفاليو اللي معايا اللي انا خدتها اللي هو اليوزر اي دي ده، دي الفاليو الاولانيه فهسلكته. الفاليو اللي هتدخل في الرول اي دي هي دي اللي انا هسلكتها من التيبل بتاع الرولز. في التيبل بتاع الرولز الاي دي موجود في انه كولوم؟ موجود في الكولوم اللي اسمه اي دي. يبقى انا هسلكت ده، الفاليو دي ثابته، والفاليو دي هياخدها كذا مره على حسب عدد الرولز اللي موجوده. لو عندك 10 يبقى هيسلكت ال10 وهيعمل لهم انسرت كلهم مره واحده. طيب هسلكت الاي دي ده من انه تيبل؟ هقول له فروم السكيورتي، السكيما اللي اسمها سكيورتي دوت رولز. تعال الاول نفتح التيبل بتاع اليوزر رولز ده ونتاكد ان هو اصلا ما فيهوش داتا. فهقول له مثلا ايديت داتا، هتلاحظ دلوقتي ان هو فاضي مفيش فيه اي داتا موجوده. لكن لو جينا عملنا هنا ران ورجعت هنا عملت ران تاني، هتلاحظ ان اليوزر بتاعك اللي احنا كنا عاملينه اللي اسمه ادمن خد التو رولز اللي موجودين دلوقتي. ولو كان عندنا اكتر من تو رولز برضو كان هيعمل لهم انسرت كلهم مره واحده بدل ما نكتب انسرت لكل واحده. يبقى انا كده خلاص اطمنت ان الكود ده شغال معايا مفيش فيه اي مشاكل. فهرجع هنا اضيف مايجريشن جديده برضو، هسميها مثلا assign admin user to all rules، وارجع هنا اخد الكود ده واستخدم المايجريشن بيلدر زي ما عملنا بالظبط المره اللي فاتت دوت سيكوال، وادي له سيكوال ستيتمنت اللي انا خدتها من هناك. طيب
عكس ده ايه؟ عكسها ان انا اعمل ديليت. فهرجع هنا تاني برضو بالمرة نجرب موضوع الديليت ونتأكد ان هو شغال. هاخد بس اسم التيبل كده واقول له ديليت فروم ده وير، نفس اللي عملناه بالظبط لما كنا بنضيف اليوزر، وير اليوزر اي دي بي ايكوال ده. شيل ده وتعالى نرن كده وتعالى نرجع على التيبل بتاع اليوزر رولز ونقول له رن، هتلاقي فعلا ان الرولز بتاعته اتشالت. طيب يبقى انا كده برضو متأكد خلاص ان ده شغال مفيش فيه معايا مشاكل. هرجع هنا تاني اقول له migration builder dot sql واديله الستيتمنت بتاعت الديليت. تعالى بقى نجرب ان احنا نرن المايجريشن دي بايدينا، ابديت داتابيز، ونرجع تاني على التيبل بتاع اليوزر رولز ونعمل رن. كده اتعمل لها اساين مرة تانية باستخدام المايجريشن اللي احنا كتبناه.